بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو اللي فات كنتوا اتعرفتوا على the reaction rate وعرفتوا ان قياس معدل التفاعل ده شيء مهم جدا، والتحكم في سرعة التفاعل او معرفة سرعة التفاعل ده شيء مهم جدا في الصناعة. دلوقتي هنتكلم عن ازاي نقيس the reaction rate وازاي نحط rate low. فهنا مكتوب there are several ways, simple ways of measuring a reaction rate. وعطي مثال. For example, if a gas was being given off during a reaction, you could take some measurements and work out the volume being given off per second. يعني بيقول لك لو انت عندك تفاعل، وافترض ان التفاعل ده بينتج عنه غاز، المتفاعلات بتتفاعل مع بعضها وبيتكون في النواتج غاز، فبيقول لك انت تقدر تحسب الغاز ده، تحسب الفوليوم بتاعته اللي بتنتج خلال زمن معين، يعني في عدد معين من الثواني نتج قد كده فوليوم من الغاز ده، وبعد كده بتبتدي تحسب الريت بتاع الرياكشن. هندي مثال على ده بعد شوية ان شاء الله. فاحنا دلوقتي عندنا كذا مفهوم: reaction rate والريت كونستانت اللي بنرمز له بالرمز كي، وحاجة اسمها reaction order رتبة التفاعل، هنعرف دلوقتي ان شاء الله هي ايه. كل الحاجات دي بنحتاج ان احنا نربط ما بينها بقانون عشان نعرف بالظبط التفاعل بتاعنا بيمشي ازاي. فهنا بيقول لك ان the rate constant اللي بنرمز له برمز K and the reaction orders are determined experimentally. الاثنين دول بيتم تعيينهم بالتجربة، يعني ما بتقدرش تعرف عليهم من المعادلة الموزونة بتاعة التفاعل، لازم تعمل تجربة. وهنشوف دلوقتي ازاي هنعمل تجربة ونحدد بيها the rate constant and reaction order. تمام. فبيقول لك ان انت بتعيينهم عمليا by observing how the rate of the reaction changes as the concentrations of the reactants are changed. يعني انت بتلاحظ ازاي الريت بتاع الرياكشن بيتغير كل ما التركيز بتاع المتفاعلات بيتغير. وهنا لازم تاخد بالك من حاجة، انك اذا عندك اي رياكشن بيقولك ان A plus B بيديك C plus D، تمام؟ فانت عندك هنا reactants بتتفاعل مع بعضها عشان تديك البرودكتس. لما توزن معادلة ممكن تلاقي ان A of A plus B of B مثلا بيديك C of C plus D of D. دي الستويكومتريك equation بتاعة التفاعل بتاعنا، تمام؟ المعادلة الموزونة. فانت في الفيديو اللي فات عارف ان الريت بتاع الرياكشن، معدل التفاعل، ده هو معدل السرعة اللي بيها بتنتهي المتفاعلات، ان الرياكتانس يوزد اب، او النواتج بتنتج، السرعة اللي بتنتج بيها النواتج، تمام؟ فانت عارف ان الريت بيتناسب مع تركيزات المتفاعلات، وان كل ما بتغير تركيز المتفاعل لازم هيتغير معاك الريت اذا كان الريت معتمد على تركيز المادة دي، تمام؟ فانت عارف مبدئيا انك تقدر تحط equation بتقول لك ان الريت بتاع الرياكشن بتاعك ايا كان الرياكشن، دي جنرال ايكويشن طبعا، بيتناسب مع التركيزات بتاعت البرودكتس، تمام؟ لكن انت لازم تلاحظ ان التركيزات دي مش بتتناسب بشكل مباشر كده مع الريت بتاع الرياكشن. هتلاحظ ان هنا التركيز مثلا بتاع E ممكن نرفعه للباور M، والتركيز بتاع B نرفعه للباور N، يعني بيتناسب مع التركيز بتاع E بقيمة معينة والبي بقيمة أخرى، تمام؟ هل لازم الام والان تكون هي بتساوي الاي والبي في المعادلة؟ لا طبعا مش لازم. طب احنا منين هنعرف القيم الحقيقية اللي بتأثر على الريت بتاع الرياكشن؟ القيم الحقيقية، الأسس الحقيقية اللي مرفوع لها التركيزات دي، بقد ايه التركيز ده لما بيتغير بيتغير قصاده الريت، يعني الأسس اللي قدامك دي بتوضح لك بقد ايه لما بتغير التركيز هيتغير الريت بتاع الرياكشن بتاعك. الاسس اللي فوق دي بنسميها الاوردر بتاعه الرياكشن، تمام؟ فالام والان هي رياكشن اوردر، رتبه التفاعل، تمام؟ واحنا لازم نعرفها عشان نعرف
بقد ايه بيتأثر التفاعل بتغير التركيزات. تمام. وطبعا انت عارف رياضيا انك تقدر تبدل علامة التناسب دي بعلامة ايكوال وتحط كونستانت مضروب في الطرف اليمين بتاع المعادلة، فتقدر تكتب المعادلة ان الريت بتاع الرياكشن بتاعك بيساوي كونستانت معين انت لسه محددتهوش مضروب في التركيز بتاع المتفاعل الاول بتاعك مرفوع للباور ام والتركيز بتاع المتفاعل بتاعك التاني للباور ان. تمام. فانت عندك دلوقتي الرياكشن اوردرز بتاعتك الام والان لازم توجدهم، وعندك الرياكشن كونستانت بتاعك اللي هو الكي لازم توجده. بمجرد ما بتوجدهم بيبقى الريت ايكويشن بتاعتك كاملة. تمام. طيب ايه هي الطرق اللي نقدر بيها نحل المعادلة اللي احنا كتبناها؟ في كذا طريقة. اول طريقة هنتعرف عليها هي method of initial rates. This method involves measuring reaction rate for multiple experiments trials. تمام. يعني انت هتعمل محاولات متعددة. تمام. كل مرة تجري التجربة بتاعتك. تمام. بس هتستخدم using initial reactant concentrations مختلفة. تمام. يعني كل مرة هتبدأ نفس التفاعل بتاعك بس هتبدل تركيزات المتفاعلات. وبعدين لما هتبدل التركيز هتبتدي تقارن الرياكشن ريت بتاعك مع التركيز اللي اتغير وتشوف ايه العلاقة ما بينهم هما الاثنين. هل ده لما اتغير، هل لما الكونسنتريشن مثلا تضاعف، هل الرياكشن ريت تضاعف زيه ولا فضل ثابت؟ تمام. بعد ما تعرف العلاقة ما بين الرياكشن ريت بتاعك والكونسنتريشن بتاع الرياكتانس بتاعتك هتبتدي تقدر تحدد الريت كونستانت، وهتحدد طبعا الاوردر بتاع الرياكشن بتاعك، وتبتدي تكتب الريت لو بتاعك. هنا طبعا عايزاك ما تنساش ابدا ان الريت بتاعك اصلا هو اسمه معدل، فمعدل معناه تغير خلال فترة زمنية معينة. فانت عندك مفهوم الريت rate of reaction هو ان عندك مثلا تركيز المتفاعل A بتاعك بتغير مع الزمن بشكل معين، فعندك D of A by dt ده بيمثل الريت بتاع الرياكشن بتاعك. او لو هتبص للريت من خلال الاعتماد على الكونسنتريشن بتاع بي فيبقى دي بي باي دي تي، ده مفهوم الريت بتاعك. تمام. فانت عندك الريت اصلا بتحسبه بتغير التركيزات مع الزمن، وفي نفس الوقت تقدر تقول ان هو تغير انتاج النواتج مع الزمن. تمام. فالريت بتاعك ده هو اللي بيتناسب مع تركيزات المتفاعلات بتاعتك مرفوعة للأوردر M و N اللي انت هتوجدهم، وطبعا لازم توجد الـ rate constant K عشان نبتدي نحط الـ rate flow بتاعنا. نرجع بقى للـ initial method او الـ method of initial rate ونبتدي نشوف ازاي الـ rate بتاع reaction بتاعنا بيتغير مع تغير تركيزات المتفاعلات. فمثلا لو عندنا تفاعل مثلا نيتريك اوكسيد مع طبعا جاز مع الاوزون برضو جاز وبيدينا NO2 جاز مع الاكسجين جاز. تمام. طبعا الستيكيومتريك ايكويشن قدامك، فالمعادلة قدامك موزونة. هنا عندك في الطرف الأيسر 4 من الأكسجين، وهنا خارجين 4، واحدة النيتروجين خارجة واحدة. فأنت عندك المعادلة موزونة، لكن هل الريت بتاعك بيتناسب مع تركيز الـ NO مرفوع الأس واحد وتركيز الأس 3 مرفوع الأس واحد؟ هنشوف دلوقتي ايه اللي انت هتعمله دلوقتي. اللي انت هتعمله دلوقتي ان انت هتعمل التجربة دي 5 مرات، في كل مرة هتغير تركيز الـ NO او تركيز الـ O3 وتبتدي تشوف التغير اللي حصل في الريت بتاع الرياكشن، وهتكتب البيانات دي عندك في جدول ونبتدي نشوف ازاي هنفكر في البيانات دي. فادي الجدول بتاعنا. في المحاولة رقم 1 كان تركيز الـ NO طبعا مول بير ليتر 1 في 10 أس
سالب 6 مول بير لتر، وكان تركيز الـ O3 3.10 سالب 6 مول بير لتر. لما جيت تشوف معدل تكون النواتج بتاعتك، معدل التكون بتاع الـ NO2 مثلا، فلقيت ان دي NO2 by DT كان 6.6×10 سالب 5 مول بير لتر سكند. تمام، فانت هنا عندك التركيز اللي بدأت بيه للـ NO والتركيز اللي بدأت بيه للأوزون، وعندك الـ rate of the reaction. رحت عيد الرياكشن مرة تانية، ثبت التركيز، يعني استخدمت نفس التركيز من الـ NO تمام، بس غيرت التركيز بتاع الـ O3 عشان تشوف أثر التغيير بتاع الـ concentration بتاع الـ O3 ده، هل هيأثر على الـ rate بتاع الـ reaction بتاعك ولا مش هيأثر. فلقيت انه أثر على الـ rate بتاع الـ reaction بتاعك، وأصبح الـ rate 1.32×10^4 تمام. رحت عملت التجربة مرة تالتة، استخدمت نفس الـ concentration من الـ NO وغيرت الـ concentration بتاع الـ O3، خليته 9×10^6، وشفت الـ rate بتاع الـ reaction، لقيت ان هو اتغير ايضا واصبح 1.98×10^4 تمام. فانت لاحظت هنا ان كل ما بتغير الـ concentration بتاع الـ O3 بتغير الـ rate بتاع الـ reaction بتاعك. فانت دلوقتي عايز تفكر، هل طيب التغيير بتاع الـ NO هو كمان ممكن يأثر على الـ rate؟ فانت رحت مثبت الـ O3 concentration بتاعه، خدته زي اخر concentration في اخر مرة، خليت concentration 9×10^6، ورحت مغير concentration بتاع الـ NO خليته 2×10^6، وعملت التفاعل، لقيت ان الريت بتاع الرياكشن بتاعك اصبح 3.96×10^4. فضلت مثبت، يعني في التجربة المحاولة رقم 5 رحت بنستخدم نفس المقدار من الـ O3، نفس التركيز 9×10^6، ورحت مخلي التركيز بتاع الـ NO 3×10^6، وشفت الـ rate of reaction، لقيته انه تغير واصبح 5.94×10^4. فانت اللي لاحظته هنا ان واضح جدا ان الـ rate of the reaction بيتغير ومعتمد على تركيز المتفاعلات. كل واحد فيهم لو اتغير، ثبتنا واحد وغيرنا التاني، راح الريت اتغير تمام. طيب ازاي هنبتدي نقرا البيانات اللي قدامنا؟ ازاي هنبتدي نتعامل معاها؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو الجاي ان شاء الله.